السلام عليكم. اهلا مريم، ارتاح. خير يا جناب الكولونيل، انشغل بالي لما عرفت انك عاوزني ضروري. ابوكي حاول يهرب من السجن، هو واربع سجناء. شو هالحكي؟ وامتى صار هالشي؟ لثلاث ايام. يعني ابي هلا برات السجن؟ لا، فشلت المحاولة ومسكوه هو واللي كانوا معه. ما بخبي عليك يا مريم، وقت وصل الخبر للحاكم العسكري أصدر أمر بنفيه برا البلد. لا لا تقولها، بترجاك لا تقولها. لا تخافي، دخلت أنا بسرعة وغيرت له رأيه. أكيد هالحكي؟ أكيد، بس الشروط كتير كانت صعبة. إذا بيحاول مرة تانية أبوك يعمل أي شيء رح أتعاقب أنا بشكل شخصي. خلص بعدك ما يتكرر هالشي. أنا حكيت معه ووعدني نفس الشيء، بس أنت أكتر حدا بيعرفه لأبوك قديش هو عنيد. بدي اياكي انت تحكي معه وتفهميه اني انا عم ببذل كل جهدي لحتى ساعده. وانا بكون شاكره لك طول عمري. وانا بدوري بشكرك على كل شيء عملتيه فيني. هذا من ذوقك. امنت لك زياره لسجن القلعه، رح ياخذك ابو خضر. كتر خيرك يا جناب الكولونيل، والله يقدرنا على رد جمايلك. بالاذن. اهلا وسهلا. مظبوط يا عبي. احكي. انا عرفت انك محاول تهرب من السجن. مظبوط، بس رب العالمين ما كتب لنا الفرج لبنتي. يا عبي بتسمح لي اطلب منك طلب؟ انا التقيت بالكولونيل وهو خبرني انك محاول تهرب. مريم، من المره الماضيه بدي اوصيك انه لا بقى تلتقي بهذا الضابط، لانه قلبي ناقصني منه. أنا ترباية أبو طالب الأنواتي. معليش لك بنتي، أنا ماني مأمن له. وحياة شواربك على الغالي، أنت تارك وراك أخت رجال. لك يا بي أنا بعرف شو تارك وراي، بس أنا متخوش منه. طمن يا بي أنا قد حالي. المهم كملي. الكولونيل طلب مني إقنعك بالصبر والتروي بهالوقت بالذات، وأكد لي إنه هو لغى قرار نفيك وإنه عم يعمل كل شي بيقدر عليه ليساعدك. وبصراحة يا بي أنا مصدقته هالمرة. يا بي انت لازم تطلع من هون، نحن ما حيهنا لنا عيش طول ما انت بالسجن، لازم ندق كل الابواب. ايوه. طيب برايك ليش تغير هيك هذا الضابط؟ الظاهر بلش يحس بغلطه. معقوله واحد مثل حكايته يتبدل؟ ايه يا بي معقول، لانه الظاهر معدنه طيب. ايوه. ما بخبي عليك يا بي، انا عملت كل جهدي لغير له الصوره الغلط اللي اخذها عنا وعن بلادنا. الله يرضى عليك يا مريم، طول عمرك عالي وفهيمة واخت رجال. الله يحميكي انت واختك وامك والابضاي الصغير. مهم يا ابي، انا بطلب منك من بعد اذنك لا تحاول تهرب، لانه الكولونيل تعهد بالموضوع، وانا بقول خلينا نتروى شوي وبعدين قلنا كلام تاني. ان شاء الله يا ابي ان شاء الله. عجد عم تحكي يا امو مريم؟ كلمه والله هذا اللي صار. ما بعرف انا بس حسيته كثير متغير. بعدين هو وعدني بعظمة لسانه انه بده يساعدنا لنطلع ابن من السجن. الحمد لله الحمد لله والشكر لك يا ربي. الحمد لله كتر خير رب العالمين فضل علينا. الله يوفقه ويحميه لشباب. شو بلا يا مو؟ هلا صرنا عم ندعيله بعد ما دوقنا الويل؟ انا حاسه في شيء من ورا هالحكي، وبصراحه اكثر انا مالي مطمنه ولا بطمن للفرنساويه كل حياتي. يا مو صالحه، الغريب يتعلق بأشي.
يا رب بخير. نشوف شو آخرته.